السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا نرحب بكم في الحلقة الأولى من صوت الفلاح. الفلاح اللي ليه سنوات طويلة بيعاني من الإهمال والتهميش والفقر. الفلاح اللي لا عمره طلع في مظاهرة فئوية ولا عمل إضراب، وصابر على كل آلامه وأوجاعه ولا في يوم كل ولا مل. الفلاح جهده في كل بيت ومع كل وجبة وفي كل رغيف خبز وفي كل كوباية حليب بنقدمها للناس. احنا بنقول لكل الفلاحين البرنامج ده صوتكم، عشان كده هنكون معاكم كل خميس في نفس الميعاد نسمع منكم وننقل مشاكلكم. خلينا نبدا حلقتنا ونرحب بضيفي وضيفكم الحاج مجدي ابو العيله، نقيب فلاحين الجيزه وعضو النقابه العامه للفلاحين. حاج مجدي اهلا وسهلا بيك في الحلقه الاولى من صوت الفلاح. ازيك يا دكتور مصطفى، واحنا بنشكر قناه الجزيره لانها نشات البرنامج اللي هو صوت الفلاح اللي هو بينقل نبض ومشاكل الفلاح على ارض الواقع، فاحنا بصراحة بنشكرها لان اهتمامها بالفلاح ده شيء جميل بنشكرها عليه والله. حاج مجدي مفيش شكر على واجب، ده واجبنا، والفلاحين دول اهلنا وناسنا واكبر شريحة يمكن في مصر 70% فلاحين او ولاد فلاحين او هم اساسا كانوا فلاحين. وبالتالي نبدأ حلقتنا ونقول انه الجزء الاول النهاردة في الحلقة بنتكلم عن اهم الاخبار اللي دارت الاسبوع اللي فات، وعندنا حاجة غريبة والله. يوم 24 يناير السيد وزير الزراعة قال الحكومة ملتزمة باستصلاح 18 مليون فدان حتى عام 2030 تنفيذا لاستراتيجية وزارة الزراعة والقضاء على الفجوة الزراعية أو الفجوة الغذائية. كلام جميل. بعدها بيومين يوم 26 يناير وزير الزراعة نفسه في بيان رسمي قال يا جماعة 18 مليون فدان دول دي إجمالي المساحة القابلة للاستصلاح في مصر، وإن ده هيتحقق في المستقبل بعد عدة سنوات لما نتوصل لطريقة تحلية مياه البحر. حقيقة يعني الكلام كلام محتاج نوقف عنده، وأنا بدوري برجع للحاج مجدي أبو العيلة. حاج مجدي إيه رأيك في الكلام ده؟ معالي الوزير يطلع يقول عندنا 18 مليون فدان هنستصلحهم، ويرجع يقول لك لا لما نبقى نحل مياه البحر. هو إحنا أساسا عندنا 18 مليون فدان صالحين للزراعة؟ والله لو في فعلا 18 مليون فدان هيتصلحوا ده شيء يسعدنا كفلاحين يعني. جميل. وفي نفس الوقت تحلية مياه البحر ده مش مبرر ان احنا نتوقف على استصلاح عشان نحل من البحر، لان تحلية البحر بتكلف. طب ما احنا عندنا احسن من تحلية البحر، وهو ان نرجع لمية نهر النيل ونفعل موضوع الري بالرش وبالتنقيط. لو احنا فعلنا الرش والتنقيط هنزرع اكتر من 18 مليون مش هنحتاج لتحليه المياه البحر. معانا الخبراء بيتحدثوا حاج مجدي عن انه مساحه احنا بنا عندنا 55 مليار كميه المياه بتاعتنا اللي جايه من النيل، هتبقى 43 بعد بناء سد النهضه 43 مليار. هذه المساحه تحتاج الى 107 مليار كل سنه. احنا هنشوف اتصال ونرجع تاني. معايا اتصال الحاج عمر هريدي. حاج عمر مساء الفل. حاج عمر ايوه مع حضرتك يا استاذ مصطفى. منور. ازيك يا حاج عمر؟ ازيك يا استاذ مصطفى. بقول لك ايه رايك في الخبر ده ان احنا يعني ان يطلع معالي الوزير يقول احنا عندنا 18 مليون جاهزين، ويرجع تاني يقول لك لا ده ال 18 مليون دول ان شاء الله لما نوصل لتقنيات تحليه مياه البحر. انت شايف ايه؟ والله يعني احنا عارف حضرتك انا يمكن دايما اقول التخبط اللي موجود في الحكومه بتاعتنا ما زال موجود. اتفضل يا حاج. بقول لحضرتك التخبط اللي موجود هو كالعاده تخبط موجود في كل الوزراء في كل الحكومات للاسف الشديد، حتى في كل المسؤولين على القطاع الصغير. هي انا بس هسالك وانت فلاح، انتوا اساسا الارض اللي موجوده دلوقتي الارض هل في مياه متوفره ليها ولا مفيش ميه اساسا؟ بص يا استاذ مصطفى اقول لك مشاكل الفلاحين بصفه عامه عموما يعني. اول حاجه نقص الميه، مش نقص بس الميه، لا ده احنا عندنا الميه اللي موجوده ميه ملوثه. دي واحدة، والناحية الثانية المية قليلة وما فيش حتى تكنولوجيا في استخدام المية. يعني مثلا احنا كنا اقترحنا ان تغش التكنولوجيا في استخدام المية بحيث ان هي تقدر تقضي المية. يعني احنا مثلا في كتير من البلاد زي هولندا او زي استراليا وبلاد كتير من الدول بدأت تنهج اللي هو استخدام الامثل للمية. نعم. على اساس تقضي الكلام. طيب. ده طبعا للاسف الشديد مش مستخدم عندنا في مصر على الرغم ان احنا قلة المية، وفي نفس الوقت احنا طبعا سد النهضه اللي بيقول عليه هيقلل الميه بعد ما كانت 55 مليون متر مكعب هتبقى 43 او اقل من ذلك، فطبعا هتبقى المشكله اكبر من ذلك يعني. تمام. شكرا جزيلا الحاج عمر هريدي من صعيد مصر. وبرجع للحاج مجدي. حاج مجدي كلام الحاج عمر بيقول لك ان احنا
اساسا عندنا هتبقى في ميه زي ما احنا كنا بنتكلم مع حضرتك، وفي نقص في مشاكل في مياه الري، وبالتالي واساسا متوقف بالنسبه للمصريين استصلاح الاراضي منذ قرار رئيس الوزراء نظيف. ايه رايك في الكلام؟ لا، هو استصلاح الاراضي كان في العصر البائد كانوا بيوضبوا الارض ويدوا للمستثمرين، احنا مع المستثمرين، ولكن الفلاح فين ارضه؟ لما بيروح يستلم 5 فدادين او يقدم على 5 فدادين ما بيلاقوهمش. ال5 فدادين دول هيوكل نفسه ويوكل عياله ويرفع العبء عن البلد، وفي نفس الوقت الفائض منه هيورده للبنك التنميه او يورده للصوامع. تمام، هناخد النقطه الثانيه النهارده. برضه احنا زي ما انت عارف في حاجات كتير قوي بتحصل في بلدنا وفي مصر وفي اريافنا وفي قرانا، فاحنا بنعمل اطلال عليها كده او بنشوف الدنيا فيها ايه. معانا برضه خبر ثاني، الخبر بيقول انه مصر طرحت مناقصه لشراء كميات غير محدده من القمح للشحن في مارس القادم. الكلمه المهمه قوي غير محدده، يعني ايه؟ يعني احنا النهارده مصر اصبحت، كنا بنتكلم عن عمليه اكتفاء ذاتي وتطوير البحث العلمي، بقينا بنقول فتحنا باب الاستيراد. ايه رايك في الكلام ده يا حاج؟ ما احنا بنقول اهو، احنا دلوقتي بنقول استصلاح الاراضي بالتوازي معاه لابد ان يبقى فيه تكنولوجيا حديثه يخلوا الزراعه بالتنقيط وبالرش، هنسقي من النيل وهيفيض منه ميه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان لو وزعوا اراضي على الفلاح، لان الفلاح قامت ثوره وجه رئيس ورئيس وهو في الغيط كان في الارض وبيزرع وملوش دعوه باي شيء، ما بيتكلمش في اي شيء، هو عايز ارض يزرع وينتج يوكل نفسه ويوكل اولاده، والفائض منه بيوزعه او يورده للبنك، لشؤون البنك او للصامع. فاحنا بنقول ايه؟ احنا بنقول احنا عايزين الفلاح الحكومه تهتم بيه، ان سلمته ال5 افدنة يبقى في انتاج على ارض الواقع وفي تنميه زراعيه حقيقيه في مصر. احنا بنقول اذا ما استلمش ال5 فدادين بتوعه وبداوا يعملوا زي النظام السابق، يعني يسلموا للمستثمرين بال20,000 فدان وال100,000 فدان والفدان ثمنه 50 جنيه والفلاح لما يروح يستلم 5 يقولوا له ما فيش، ولو حب يعمل اي موضوع كده يقول لك يوصلوا 70,000 و80,000، ده موضوع تاني خالص. انا هرجع لك، مش عايزين الموضوع التعجيزي ده يبقى موجود. لا انا هرجع لك تاني لانه احنا عندنا نقطه مهمه قوي. وقبل ما حضرتك بس قبل ما انسى موضوع، احنا برضو احنا ضد موضوع تسليم الاراضي بالقرعه، عشان ده ما ينفعش معانا. يعني الفلاح ماله ومال القرعه؟ هناخد كل الكلام ده يا حاج مجدي تفصيليه، لكن خليني اخد الموضوع التالت عندنا النهارده في متابعه اخبار فلاحنا وصيادنا. كفر الشيخ، تخيلوا قضيه الاسماك، نيل كفر الشيخ بلا اسماك ل6 شهور قادمه، والحكومه هتدي 500 جنيه شهريا لكل صياد. ده الكلام ده اقتراح انها تدي 500 جنيه. انا معايا اتصال تليفوني عبر الهاتف، معايا احد ابناء كفر الشيخ، الحاج علي. حاج علي السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته، مرحبا يا باشا. اخبارك واخبار الصيادين والفلاحين في كفر الشيخ والبحيره؟ وقبل ما اتكلم عن السمك، لسه ورد النيل مالي الحته اللي هي ما بين كفر الشيخ وما بين البحيره، قافل الطريق ما بين كفر الشيخ وما بين دسوق وما بين شبرخيت، ولا ايه الاوضاع؟ هو حضرتك زي ما انت يعني او زي ما الناس شافت على يعني على التلفزيون، الوقت كان النيل كله السمك اللي فيه مات، واخد بال حضرتك؟ وازاي هتقعد محافظه زي دي ل6 شهور ما يجيلهاش سمك؟ يعني محافظه كبيره زي محافظه كفر الشيخ ازاي تقعد 6 شهور ما يجيلهاش سمك؟ دي كارثه. وبعدين هم اليوم هيمدوا علينا لجنه الدوش، اللجنه السداسيه، واللي راح في الموضوع ده الفلاح والصياد. نعم، اللجنه السداسيه حاج علي بتقول لك يعني ده الكلام، اعترفوا قالوا انه يعني النهارده عندنا اسامه الطوخي مدير الاداره البيطريه في اللجنه السداسيه اللي عملها المستشار محمد عزت عجوه، قال ايه؟ قال انه السمك مات بسبب او نفق بسبب ارتفاع نسبه الامونيا في الميه، لانه كان النيل محتاج ميه. الاهم من الحاجه الثانيه ان لسه وزاره التضامن بتدرس ان يبقى في 500 جنيه كل فلاح، واعترفوا رسميا وقالوا ما فيش سمك في كفر الشيخ في النيل لمده 6 شهور. انت شايف ال 500 جنيه هتكفي الفلاحين الصيادين معذره؟ ما تكفيش، ازاي تكفي؟ ازاي 500 جنيه يصرفوا على عيله؟ يعني دي يعني تعقل ازاي ان 500 جنيه ده لو صدعوا؟ وده طبعا دي حكومه ما تصدقش في حاجه، انما لو صدعوا ازاي 500 جنيه هتصرف على عيله صياد ان كان او فلاح؟ وبعدين ما يقولوش ان هو مات، لا ده هو مات بسبب التلوث.
كام يا حاج علي؟ يا حاج علي انت يا حاج علي كصوت فلاح، صوت صياد وصوت فلاح، كام يكفي الاسره؟ عشان نقول من هنا كام يكفي الاسره اللي يكفيها كام؟ لا يكفي الاسره اقل حاجه، اقل حاجه 1500 جنيه 1500 جنيه اقل حاجه للاسره المكونه من حاجه يكفي الاسره. تمام. اللي تنضر ده الصيادين ما فيش حاجه يشتغلوها الوقت في النيل. الفلاحين يعني حاجه ما يعني يصعبوا ازاي محافظه هينتقل منها السمك ما فيش فيها سمك لمده 6 شهور. وده مصدر رئيسي للفلاحين وللصيادين وللناس تاكل. شكرا 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 حاج علي من كفر الشيخ بيتكلم عن الصيادين والفلاحين، والراجل قال 1500 جنيه. يا رب يكون الناس سامع الكلام ده. حاج مجدي ابو العيله نقيب الفلاحين بالجيزه وعضو النقابه العامه، ايه رايك في الكلام ده؟ ما انا قلت لحضرتك يا دكتور الكلام بتاع الناس، مش احنا بنقول الوقايه خير من العلاج؟ يعني الناس دلوقتي السمك نفق والفلاحين مرضوا وفي سبب للموضوع ده، واحنا اتكلمنا اكتر من مره ما حدش عايز يسمعنا ليه؟ شركات الصرف الصحي لما تم خصخصتها ورمت الصرف في النيل ولوثته، ما هي حصل الكوارث ولسه الكوارث هتزيد وتزيد. طب ما احنا الوقايه خير من العلاج، ما نشوف مين سبب اللي هو رمى الصرف الصحي بدون معالجه في النيل اللي هي شركات الصرف في الجيزه دي، ويتحاكموا لانهم يعني عيونه كمفلاحين وبوظوا الثروه السمكيه في النهر. انت تعرف انه كانت في معلومه، طبعا وزير الري والناس المسؤولين عن الري تاخروا في فتح، في حاجه اسمها غسل الميه، تاخروا في فتح المياه عن هذا الفرع، فرع رشيد، وبالتالي كانت الكارثه. ايوه يا فندم، فتحوا وهو انا ليه ما انا اللي اتسببت في المشكله. ما انا الشركات دي مين اللي بيراقب عليها؟ وزاره الاسكان هي اللي بتراقب عليها ب 51% من مجلس الاداره، لان الشركات دي بقت قابضه، ونحط تحتها شرطه شركه المياه والصرف الصحي والمطاحن بقت قابضه. هنشوف تقرير. الحاجه اللي هي قطنا كل يوم فيها بقت شركه قابضه. هل في مسؤولين مساهمين في شركة الصرف الصحي عشان كده ليهم مصلحة انه يرموا الصرف الصحي؟ هنناقش كل هذا الكلام يا حاج مجدي، لكن خلينا الأول نتكلم عن الفلاح اللي أوجاعه زي ما بيقولوا أوجاعه كتيرة قوي. خلينا نشوف التقرير اللي بيتكلم عن الفلاح المصري. إلى التقرير. يلعب الفلاح المصري دورا كبيرا في الاقتصاد، إلا أنه حتى الآن لم يتمتع بالمميزات التي تقدم للفئات الأخرى. وبالرغم من أن الفلاحين في مصر يفوق عددهم 15 مليون فلاح، إلا أن الدولة لا توليهم الاهتمام الذي يستحقونه. يقول لك الفلاح بيأكل تفاح ومرتاح وبيأكل من بيته ومن غيطه، أو أنت كلام ده؟ كدابين اللي يقول كده. الفلاح ده الفلاح أغلب من الغول. أنا في حياتي مرتاح وأنا أحسن من غيري كتير. الأرض هتجيب ما عادش بتجيب حاجة من غلو كل حاجة. الكمو غالي وكل حاجة غالية. المقولة الخالدة، من يملك قوته يملك قراره، لم يحققها واقعا إلا المزارع المصري عبر صبره ومثابرته وحرصه على زراعته وماشيته. إلا أنه لعقود طويلة عانى الفلاحون من إهمال الحكومات المتعاقبة، حيث غاب الإرشاد الزراعي والدعم الحكومي للمحاصيل، فضلا عن استيراد التقاوي المسرطنة وعدم السيطرة على أسعار مستلزمات الإنتاج والأسمدة وبيعها في السوق السوداء. ومشكلة الكيماوي ومشكلة التجاوي، في مشاكل بتواجه الفلاح كتير ومحدش بيسمع للفلاح، رغم ان الفلاح ده هو اساس البلد دي، هو اعتماد البلد دي. طب وقفوا، خلوا الفلاح ده يقعد وما اشتغلش، شوفهم هياكلوا منين؟ انا عايزهم اشوف هياكلوا منين. طب الفلاحين لو جت السنه دي وجت مش مودين الغله، مش مودين القمح، مش مسلمين القمح للحكومه او مش زارعينه، هيعملوا ايه الحكومه؟ من اهم مشاكل الفلاح المزمنه مشكله مياه الري التي عانت منها قرى وكفور ونجوع مصر، ولم تستطع الدولة إيجاد حلول حقيقية لها. اللي مأثر علينا إن احنا عندنا هنا اللمية هنا تعبانة، شوية اللمية اللي هم جايين لنا من فوق الهند قليلين ما بيبقوش مصلحة، عاملين لنا محطة بتاع طري، شوية اللمية اللي بيقولوا لنا احنا ساعات بتخرب بنروح نصلحها، بنروح نلم من كل واحد جوز جنيهات وخمسة جنيه وبتاع، لما نلم قد 500 جنيه عشان نصلح المحطه ونشغل شويه المويه. اللي عنده جاز فدادين بيزرع منهم 6 قراريط او نص فدان بالكتير خالص، والميه قليله. يعني الميه قليله كده في الصف خالص ما بنزرع، يعني اللي عنده 5 فدادين بيزرع نص فدان بالكتير خالص. ويبقى رفع مستوى الفلاحين المعيشي والصحي والعمل على حل مشكلاتهم بالاضافه الى الاهتمام بتسويق المحاصيل
من المطالب الرئيسة التي ينتظرها الفلاح مع كل حراك سياسي، لكنه لم يتمكن حتى اللحظة من الحصول عليه بشكل مناسب. فلاح لو قعد وما اشتغلش شوفوا هتاكلوا منين. حاج مجدي ايه رايك؟ لا ويتعب الفلاح طول عمره لو قعد يتعب. انا يعني جدي لما طول عمره كان شغال في الارض لما قعد تعب ومات. لما ده الفلاح واخد على الشغل. لو بدينا نتكلم عن اهم المشاكل بالنسبه للفلاحين، انت كنقيب فلاحين وراجل فلاح، قول لنا ايه اهم المشاكل اللي بتواجه الفلاح المصري بشكل عام ونبتدي نتكلم عنها. ماشي. هو عامه تعليق على التقرير، هو اتكلم على ثلاث نقاط، يعني السماد والغلة والمياه. السماد مش موجود في الجمعيات. الفلاح المقنن السمادي بتاعه للفدان 4 شكاير، استلم شكارة واحدة. إذا في عجز، العجز ده موجود في التاجر. التاجر اللي موجود ما بين المصنع وما بين الجمعيات يعني في مشكلة هنا في التجارة. لازم يبقى في رقابة. زائد ان في مصنع طلخة ومصنع أبو قير، دول بينتجوا تبع الحكومة من أيام جمال عبد الناصر. هل من أيام جمال عبد الناصر لحد النهاردة ما فيش راجل في الحكومة والمسؤولين يدي قرار كده جريء بإنشاء مصنعين عشان يرفع عن كهل الفلاح؟ هي القضية مش في قضية المصانع يا حاج مجدي. ما أنا أقول لحضرتك في أقول مشكلة في المصانع مشكلة الغاز يا حاج مجدي. خليني بس أوضح لك نقطة وأنت علق. ده نقطة وقبل ما أنساها. مشكلة الغاز. الموضوع في المصانع الخاصة بيقولوا إن إحنا يعني الغاز والطاقة وكده، يتمنع عنهم الغاز المدعم والطاقة المدعمة الكهرباء. هو فعلا اتمنع الغاز حاليا، بس هي المشكلة زي ما حضرتك تفضلت أن هذه الشركات التي أصبحت موجودة في المناطق الحرة بتصدر كميات كبيره جدا. المفروض ان احنا عندنا محتاجين 16 مليون او محتاجين 16 مليون ما نحتاجه، عندنا عجز شديد جدا. هذا العجز للاسف الشديد الوزاره عطت يوريا في الشتاء وانت راجل فلاح. هم حضرتك المصانع الخاصه بتصنع امونيا سايله وبتصدرها، احنا عايزينه يحولوها للنترات واليوريا ويمدوا السوق المحلي الاول ويعمل اكتفاء ذاتي للفلاح والباقي يصدره. إذا ما كانش هيوفي باحتياج الفلاح لحين ما يصدر قرار من المسؤولين بإنشاء مصنع أو اتنين تاني يشيلوا العب، يبقى الناس دي لازم ينطبق عليهم قانون إن الطاقة دي تروح لهم غير مدعمة، لأن الدعم ده جاي منين؟ ما هو جاي مننا من الشعب. طيب أنا يبقى ما ينفعش راجل صاحب مصنع ياخد بدعم ويصدر. انا مش عاوز اتكلم في قضيه المصانع، عاوز اتكلم فيك انت كفلاح بتروح الجمعيه النهارده، هل بتاخد حصتك يا حاج مجدي؟ شكاره واحده للفلاح. وعلى فكره احنا قدامنا 60 يوم وهنورد القمح. في مشكله يعني انا برضو الموضوع، خليني بس اسالك، انت العجز بتجيبه منين؟ انت رحت من السوق السوداء. ما هو بكام الشكاره؟ ب 200 جنيه وب 190 جنيه. هي اساسا بكام؟ ب 75 جنيه. ب 75 في النطرات وب 70 جنيه اليوريا ب 75 والنطرات ب 70 في الجمعيه. يبقى اذا الفلاحين دي المدعمه. فدان القمح بيحتاج قد ايه؟ بيحتاج على الاقل 6 شكاير. انت حصتك بتاخد كام؟ ما اخذنا شكاره. الفرق عندك 5 شكاير، اضربهم في 200 جنيه 1000 جنيه. ما انا هجيب انا بقى عشان اجيبهم من السوق السوداء، يبقى اصبح لما اجي اورد الغله هجيبهم منين؟ إيه؟ هاخد تليفون وارجع لك حاج مجدي. معايا الحاج رمضان من الفيوم. حاج رمضان ازاي صحه؟ الله يبارك فيك يا فندم، الله يكرمك. انت عامل ايه والاخواننا اهل الفيوم والفلاحين كلهم عاملين ايه؟ الفلاحين بخير، ولكن يعني في لهم مشاكل. قول لنا يا حاج رمضان ايه اهم المشاكل اللي بيعانوا منها؟ مشاكل الفلاحين تبدا من مياه الري وتنتهي في جني الثمار. يعني نبدا احنا عندنا مشكله الري في محافظه الفيوم مشكله مزمنه، واحنا عندنا دلوقتي في كميه الري المنسوبه لنا ما بتقضيش الارض. فلذلك يبور نص الارض ونزرع نص الارض. طيب حاج رمضان، النهارده بنتكلم في السماد وفي التقاوي وفي صحه الفلاح وفي قضايا كتيره جدا. انا هسالك، انت الوحده الصحيه بتعالج فيها علاج للناس في القريه ولا للاسف الشديد ما فيهاش حاجه خالص؟ يا فندم لو اتكلمنا على الوحده الصحيه، احنا عندنا وحده صحيه معدومه، ما فيش اي طبيب، حتى الجرعات بتاع البلهارسيا ماهيش موجوده اصلا في الوحده الصحيه. الفلاح مضغوط عليه، الفلاح تعبان، الفلاح هو البطل المنسي. هتوردوا القمح بكام يا حاج رمضان؟ القمح هتوردوه السنه دي بكام يا فندم؟ القمح بيقولوا لنا ب 420، ولكن احنا لسه لحد النهارده لسه ما نعرفش عاوزين كام. القمح اللي حاج رمضان عاوزين كام؟ قول لي.
عاوزين كام؟ ايه اللي يرضي الفلاح يا كام؟ يا فندم الكميه دي لا تكفي الفلاح من شعب وشقاه وكيماوي وبذور واسمده ومبيدات وري وطمئيط، كل الكميه دي كميه صعبه بالنسبه. شكرا جزيلا الحاج رمضان، والحاج مجدي معايا في الاستوديو ان شاء الله يعلق لي على هذا الكلام، وشكرا جزيلا. الحاج مجدي زي ما حضرتك شايف يعني اخوانك وحبايبك الفلاحين بيقول لك ان 420 جنيه ما تكفيش بالنسبه للارداب. طبعا لان الفلاح بص بحضرتك بيحرث الارض بجرار خاص، ما لان عدم توفير الميكنه الزراعيه في الاماكن كلها ده بيبقى عبء على الفلاح، لان لما يبقى في ميكنه زراعيه موجوده في قلب القرى والكفور دي بترفع العبء عني، بدل ما احرث الفدان ب 200 جنيه ممكن احرثه ب 150 جنيه. فعدم توفير الميكنه الزراعيه ده عبء عليا، عدم وجود محطات للوقود في القرى ده عبء عليا، لاني لازم اروح المركز اجيب الوقود. مفيش لا كوبونات ولا حاجه خالص. لا مش عمليه الكوبونات، عمليه ان انا احنا بالنادي باللا مركزيه، طب ما تنفذ لي على ارض الواقع اللامركزيه، محطات الوقود موجوده في المراكز والمدن بس ليه؟ طب ما هو انا في الفلاحين عايزين وقود، لان وقت الحصاد محتاجين الوقود وهيبقى في ازمه. التقوي اخبارها ايه؟ التقوي اخبارها ايه؟ التقوي ما كانتش متوفره في الجمعيه بالقدر الكافي، واضطروا فيه فلاحين جابوا من السوق السوداء. المشكله في السوق السوداء ان بيبقى في تفاوت في الزرع. بس احنا كل سنه الوزاره بتطلع تقول انا عندي مصر واحد ومصر اثنين في القمح وشندويل بس مش ما بيكفيش احتياج الفلاحين. يعني قصدك الكميه اللي بتقدمها الاداره المركزيه للتقاوي اقل من اللي محتاجها. وفي ناس بتحذف عنها ما تجيبهاش عشان غلوها، لان طبعا الغلو بتاعها بيخلي الفلاح يعكف ويروح يجيب من السوق السوداء. احنا للمره الاولى في برنامجنا بنحاول ناخد بعض المشاركات للناس اللي بتشارك معانا، وانا عاوزك تبقى موجود معايا يا حاج مجدي. الناس بتشارك معانا، الحاج شعبان عبد الفتاح بيقول الفلاح اللي حامل بلد من السقوط هو اساس البلد. ده الحاج شعبان عبد الفتاح. برضو عندنا ايهاب فهمي بيقول اهم حاجه نعرف الزرع اللي بيتزرع ده ايه، صحي ولا غير صحي، لان المياه اصبحت ملوثه. يعني برضو حاجات بيقول لك الفلاح المصري للأسف ضاع بين الفسدة والمفسدين. حاجة تانية يا حاج مجدي، أكتر واحد مظلوم في البلد الفلاح ده أخونا محمد، برضو على صفحتنا هاشتاج المصر صوت الفلاح في صفحة الفيسبوك بتاعت الجزيرة ومباشر مصر. وعندنا برضو بيقول لك الفلاح هو عصب البنيان وطريق الأمان. تعليقك إيه على الكلام الجميل اللي بيقوله أخواننا المهندسين الزراعيين والفلاحين وأولاد الفلاحين اللي بيشاركوا معانا؟ طبعا، لان بدون زراعه لا وجود للصناعه ولا التجاره، دي الاساس. زرعنا يبقى زرعنا وكلنا وشربنا، والفائض هنصنعه وبعد كده هنتاجر بيه ونصدره. يعني فاحنا يعني حضرتك اتكلم هو بيقول عن التقاوي، احنا عندنا الهيئه الزراعيه ما بتنتجش تقاوي. كانت الاول بتنتج جميع انواع البذور. امال ايه اللي حصل؟ النهارده بتنتج خيول. الله، طب واحنا مالنا مول الخيول؟ كان عندنا شركه الخيول اسمها نوبا سيد يا حاج مجدي، كان في شركه خاصه بالتقاوي مصريه اسمها نوبا سيد. الشركه ديت مره واحده لقينا ملفاتها راحت الى النائب العام وكانت هتتباع وفي ظل فساد، ايه اللي حصل؟ لا انا ما اعرفش حاجه عن الشركه، ولكن انا اعرف حاجه عن الهيئه الزراعيه. الهيئه الزراعيه دي لان هي دي اللي كانت بتورد الاول للفلاح، النهارده ما بتوردش، توردش الا خيول. طب ما الخيول دي للناس الكبار اللي معاهم فلوس. قصدك ان الفلاح احنا عندنا خيول في الغيطان بنحط عليها ايه الاثقال بتاعتنا، انما مش عايزين خيول نركبها ونتعيق بيها. فاحنا ده مش دور الهيئه، دور الهيئه انها تنتج تقاوي عشان انا لما اخد التقاوي ما يبقاش فيها تفاوت وما يبقاش فيها اي مشاكل. اخدها على الاقل لما باخد وصل من المنتج ده لو حصل فيها اي حاجه او فيها فقد او ما طلعتش او ما حصلش انبات صح، برجع بالوصل ده واقول لهم النبات يجوا يحققوا وتيجي اللجنه تشوف. خلينا نشوف تقرير تاني. هذا التقرير بيتكلم عن تقريرنا بيتكلم عن الاسماك وبيتكلم عن اللي حصل مع اخواننا الصيادين، والمنظر صعب جدا لكن لازم نشوفه عشان نعرف قد ايه اخواننا الصيادين في البحيرة وكفر الشيخ الوضع بالنسبة لهم كان مؤلم. ثورة عارمة لصيادي كفر الشيخ الذين فقدوا أرزاقهم بعد أن استيقظوا على خراب لمصايدهم السمكية ونفوق آلاف الأطنان من الأسماك التي طفت على السطح وغطت مياه النهر معلنة تلوث مياه. أناشد السيد وزير الموارد المائية من محافظة كفر الشيخ من مركز سوق ومن أمام مجلس مدينة سوق، أقول له إن مية النيل هي الدرع الواقي لهذا الوطن، وأن النيل هو المصدر الرئيسي وشريان حياة مصر، وقد تلوث شريان مياه النيل بمركز سوق فأعرض
النشيط قد تلوث بملوثات صندوق صحة الإنسان. تقارير حكومية وتحقيقات صحفية أثبتت بالمستندات أن النيل يستقبل ملايين اللترات من مياه ملوثة بالصرف الصحي والصناعي. وبالرغم من محاولات وزير الري تدارك الخطأ بإضافة كميات من المياه لفرع رشيد، إلا أن ذلك كان متأخرا وبعد فوات الأوان. وظيفة الحكومة أنها توفر كوب ماء نظيف لكل مواطن، إنما اللي احنا فيه النهاردة هو إرث ثقيل محدش يقدر ينكره ولا ينكر الفيلم اللي حضرتك عرضته دلوقتي. هناك تلوث، هناك تلوث، هناك نقص في بعض المحطات. لم تنكر الحكومة الأمر بل اعترفت بذلك بعد أن وصل التلوث لمياه الشرب أيضا. ليبقى التساؤل مطروحا، إلى متى ستظل مآسي الصيادين الذين ظلوا شهورا يعملون في مصايدهم وينتظرون يوما يجنون فيه حصاد عملهم في ظل إهمال متكرر متهم دائما باغتيال أحلام البسطاء وتدمير مستقبل الفقراء. منظر صعب خالص والله، منظر صعب بالنسبة لإخواننا الصيادين. الله يكون في عونكم. لما الواحد يقعد 6 شهور يربي في الزريعة لغاية يعني زي ما شفتوا السمك خلاص، مفروض أنه هو هيحصد حصاده، ربنا سبحانه وتعالى اختبر الناس، والواحد ما يقدرش غير يقول حاج مجدي ربنا يكون في عون الصيادين بصراحة، وفي عون الناس الغلابة اللي مش لاقية تاكل لما تشوف السمك مات وأنفق كده ومش هتطول تاكله. ما عايزه كان من باب اولى ان هم ياكلوا بدل ما. ايه رايك في كلام الوزير؟ والله انا بناشد اهو سياده الوزير، بقول له انا جيت لحضرتك الوزاره وقدمت لك اكتر من مره كذا مذكره لتلوث النهر والاسباب بتاعته فين. شركات الصرف بترمي الصرف في قلب النهر، وحضرته وعدني بان لجنه هتنزل وهنغلق المايه دي وهنوديها الصحراء وحاجات زي كده، ما حصلش على ارض الواقع. فادي الكوارث بدات تشتغل. احنا ما بنتكلمش يعني كلام مرسل، ده على ارض الواقع. احنا مش عاوزين كوارث، لكن اللي بيحصل قدامنا انه هناك اهمال، هناك تهميش للفلاح وللصياد والعامل اليوميه وللوزانه وكل كده الناس. الدوله هتتكلف قد ايه في المشاكل دي؟ طب ما احنا في غنى عن ذلك. يعني الوقايه خير من العلاج. الوقايه خير لدرجه ان في شباب عملوا رابطه وعايزين يزرعوا الاشجار اللي هي على الصرف الصحي، الحكومه بالنسبه لحي 6 اكتوبر وقفلهم العربيات الفناطيز اللي هي كان حتى بيسحب من المجاري يروح يسقي الزرع وقفوه له. انت رايك يا حاج مجدي 500 جنيه اللي الحكومه بتقول ده الحكومه بتقول ان هي بتقترح، يعني حتى هذا يعني ترى انه 500 جنيه لكل فلاح طبعا الفلاح والصياد عنده عزه نفس، مش عايز ال 500 جنيه، هو عايز الميه نظيفه هيصطاد ويشتغل بعرقه ويكسب وياكل وياكل ولاده، والفلاح عايز ميه نظيفه يزرع وينتج ويوكل ولاده، هو مش عايز فلوس. هو يعني احنا مش عايزين حاجه من حد. وفي الازمه اللي احنا فيها دي دلوقتي، ما دام ازمه في بقى الازمه دي، في الازمه دي تحديدا مين سببها؟ فعشان كده السبب المسؤولين هم السبب، فعشان كده بيدوا تعويض. يعني انا التعويض مش مناسب. أنا احنا مش عايزين تعويض، احنا عايزين المياه تبقى نظيفه عشان الصياد مش عايز حاجه. انا شايف انه للاسف هذه الازمه تحديدا ما خدتش حجم من الرعايه بشكل كبير، وبالتالي لم نرى ان وزير الزراعه ما راحش هناك. يعني الصيادين زعلانين زي ما حضرتك سمعتهم وشفتهم. احنا بقى نتمنى دلوقتي ما دام الموضوع بقى يعني بدات الكوارث تظهر، المفروض يبقى في حزم ان الشركات بتاع الصرف دي ما ترميش في النيل، والنيل تبقى ميه نظيفه، والميه الاراضي الوادي القديم يتعمل تطويل للري يبقى بالتنقيط وبالرش، والوادي الجديد شغال، الاراضي اللي الناس بياخدوها شغالين بالتنقيط وبالري وبيطلع احسن محصول. حاج مجدي النهارده انا الفلاح المصري لا ليه تامين ولا ليه ولا معاش ولا حتى ليه ما يؤمن اسرته لو حصل له حاجه. احنا الحاجه الوحيده اللي بنتعالج فيها الوحده الصحيه داخل القريه، وزي ما قلت لحضرتك في السابق قبل كده، الوحده الصحيه ما فيهاش الا برشامه واحده اسبرين للعظام وللمخ وللاعصاب وللبطنه ولكل العلاج. في حاجه واحده هي اللي فعاله وقلتها قبل كده، قسم اسمه تنظيم الاسره. عندنا عدد كبير جدا من قرى مصر ما فيهاش صرف صحي، وبالتالي هناك امراض الفيروس سي اللي ماليه ومتوطنه 20 مليون مصري عندهم الكلام ده، وللاسف حتى النهارده الفلاحين مش عارفين يتعالجوا، بيفضل ينهش فيه المرض لغايه ما يموت وقاعد في بيته، وساعة ما يقع محدش بيجيله حاجة. فإحنا بنطالب أن الوحدة الصحية في القرى يتم تفعيلها وتبقى لا تقل أهمية عن المستشفيات الموجودة في المراكز والمدن، لأن اللي قاعد في المدينة ده راجل بيشتغل وبيدفع ضرائبه، طب ما الفلاح بيشتغل ويدفع العوائد بتاعته. ده حقيقي. يبقى أصبح أنا وبنتج للبلد، طب ما يعني ليه؟ أنا عايز يبقى فيه توازن.
ما بين القرية وبين المركز وما بين المدينة. في توازن، توازن في ايه؟ داخل القرية، يعني ما فيش رصف، ما فيش إنارة، ما فيش بنية تحتية. تم بدل ما يبقى في قلب الحي يبقى الاسفلت قدامي انا، يعني هقول ايه؟ اشوف وشي فيه الاسفلت موجود، يشيل اسفلت ويحط اسفلت، يشيل إنارة ويحط إنارة، في رخام يشيل رخام ويحط رخام. طب ما توفر الاهدار للمال ده وبعته للقريه ننمي بيها القريه. بيقولوا الفلاحين عشان خاطر ما بيطلبوش حاجه مجدي، لا وناس طيبين. انا هقول لحضرتك هم بيقولوا ايه بقى. ما انا هقول لحضرتك، طول ما صندوق البريد بتاع القريه فاضي يبقى ما عندهمش مشاكل، الناس دي راكبه عربيات ملاكي وقاعدين في تكييف وبتاع. لا بالعكس، احنا عندنا عزه نفس، ولكن من النهارده هنملى الصندوق شكاوي. ما دام اتملى شكاوي هيقول لك حوش ده في كارثه في البلد دي. هو هل الشكاوى حق مجدي ما بيتحركش الا لما يحصل كارثه؟ خلينا نتكلم، هل الشكاوى حلت مشاكل الفلاحين؟ طوال 30 سنه الناس بتشتكي وعماله تشتكي وتقول، لكن هل الشكاوى حلت مشاكل الفلاحين؟ لا ده كان بتزيد سوء لمشاكل الفلاح. يعني احنا الفلاح كان عنده تطور وموجوده الترع وشغاله حلو، بنزرع وبننتج وكل حاجه. ال 30 سنه اللي فاتوا دول الفلاح اتدمر فيهم. انا مبسوط بيك كفلاح مصري اصيل حقيقه، انا مبسوط بيك كفلاح مصري اصيل. وعاوز اسالك سؤال، انت شعورك ايه كفلاح مصري لما يقول لك ده احنا بنستورد 65% من غذائنا و95% من الزيوت بتاعتنا، الزيوت اللي بناكل بيها؟ انت بتقول لك حاجه اكتر من كده؟ قول. الفول والعدس والحاجات والقمح، الحاجه اللي هي اساسا مصر بتنشأها من ايام الفراعنه، القمح والفول والعدس الاكله الشعبيه بتاعتنا طبعا. مش موجوده، احنا بنستوردها من بره. في اكتر من رأيك كده حاجه انت حاسس بيه؟ رايي اني إذا ما كانتش الحكومة تهتم بالفلاح وتوضب له أرض وتسلمها له عشان ينتج له وللشعب المصري كله، إذا ما فيش تنمية. التنمية الحقيقية إني أدي للفلاح الأرض وشوفه هيعمل إيه، خليه يبذل طاقته في غيطه وهينتج للبلد والبلد هتنتعش. إنما طول ما هو مظلوم، ما عندوش سماد وما عندوش ميكانة زراعية وما عندوش مياه للري وما عندوش وما عندوش، هينتج منين؟ لو احنا وبعدين الأرض، أنت عندك، قارني ما بين الوادي القديم والوادي الجديد. ان الوادي القديم فيه ترع بتسقي، الوادي الجديد ما فيش ابار. حاج مجدي انا عندي هنا في تعليق، التعليق ده ظريف، بيقول لك الفلاحين دول ابو السكوت وماشيين جوه الحيط وما بيتكلموش. شو رايك ايه في الكلام ده؟ ايوه ساكتين فعلا. ما انا بقول لحضرتك حصل ثورات وجه رؤسه واتشالت رؤسه وهو موجود في ارضه. ليه؟ هو حاسس ان الارض دي حته منه. اصل الزرع عندنا زي الطفل، لازم نقعد نسايسه كده ونداديه لحد ما يكبر. تخيل ان نقعد 6 أشهر نقعد نزرع ونسقي ونحط كماوي ونحط سماد ونسبخ وكل ده 6 أشهر لحد ما الزرعه تيجي، يا نكسب منها يا تبوظ. كان زمان انا سمعت حد بيقول انه مصر ممكن ترجع تاني توكل العالم كله لو رجعت الدوره الزراعيه واهتمينا زي ما كان الدكتور باسم عوده، يعني راجل احنا كلنا كل الناس، انا بتكلم كزراعه ما بتكلمش سياسه، لكن كل الناس اتفقت على باسم عوده انه كان عنده فكر لتطوير هذا الاكتفاء من الذات. انت شايف ان احنا محتاجين نركز في موضوع ان احنا نزرع قمح ونطور القمح بدل ما نفتح الاستيراد بشكل عشوائي؟ طبعا طبعا، لان احنا دلوقتي بنستورد من روسيا ومن اوكرانيا ومن استراليا ومن كندا. طب ليه؟ ما احنا نزرع، يعني ادي للفلاح ارض هو يزرع نكفي احتياجاتنا وممكن نصدر، ايه المانع؟ ما احنا كنا بنصدر قبل كده. وفي نفس الوقت الاسواق بتاع القريه في ال 30 سنه اللي فاتوا اصعب حاجه اتعملت للفلاح انه لغى الاسواق في القرى. عارف ده حصل ايه؟ الفلاح في قلب القريه في حاجتين، في راجل فاتح دكان بيشتري، كان من قلب السوق بتاع القريه يشتري الخضار وما بيدفعش مشال وبيحطه في الدكان بتاعه سواء خضار او فاكهه. مين اللي بيشتري منه؟ أهل القرية. يشتري منه خضار وفاكهة وأصبح ما إيه؟ ما فيش مشال. لما لغوا الأسواق ديت من القرى أصبح دلوقتي الخضرية والفكهانية اللي في القرية لازم أن يروح سوق العبور ولازم أن يروح سوق. بس أنا عاوز أقول لك حاجة حاج مجدي، معلش أنا ده في حاجة مهمة. لا أنا عدبان أنا عدبان عليكم كفلاحين. خلاص أنتوا دلوقتي بطلتوا تخبزوا في البيت، وبقى كل فلاح دلوقتي الصبح الساعة 6 بعد ما يصلي الفجر واخد القفص ورايح على الطابونة أو رايح على الفرن. ما هو ليه؟ فين الكلام؟ ليه؟ لإن كان الأول أيام مثلا أبويا موجود وعنده 6 فدادين ولا بتاع، النهارده بقت قراريط. هتنتج منهم إزاي وتغلي؟ لا لازم تحتاج للمخبز. إنما لو المسؤول إداني أرض وبقى عندي 5 فدادين هنتج منهم وأخبز وأورد للبنك. أنا ليا وجهة نظر تانية، إن اللي عاوز يخبز هيخبز وبس. احنا هيشتري دقيق؟ ما هو ما عندوش أرض. هو ده بقى منها. الدولة توفر حصة دقيق للشعب. معايا الدكتور محمد أحد الخبراء الزراعيين. دكتور محمد
مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير مع حضرتك. احنا طبعا البرنامج صوت الفلاح هو للفلاحين والزراعيين والمهندسين الزراعيين. ايه راي حضرتك برضو فرصه وانت موجود معانا، انا هاخدك في الحته واسالك في نقطه النهارده وزير الزراعه قال احنا عندنا 18 مليون فدان صالحين للزراعه في استراتيجيته اللي بيتكلم عنها، وبعد يومين يوم 26 يناير رجع قال لك لا ده احنا كنت بتكلم على 18 مليون فدان لما نبقى نحل مياه الري او نحل مياه البحر، انت رايك ايه في الكلام ده؟ الاول مساء الخير على حضرتك وعلى كل نور. المشاهدين الحقيقه انا عايز اقول ان الزراعه عندنا في مصر كانت مصر قبل كده هي مخزن الغلال اللي كانت بتاكل الدنيا كلها. والحقيقه مصر في ناحيه الزراعه ليها يعني مستقبل واعد في هذا المجال. لو توفرت الاراده دي ان هو فعلا مصر يعني تكون لها الرياده في مجال انتاج كل الاغذيه المتاحه اللي ممكن يحتاجها الانسان. من ناحيه المساحه اللي عندنا تكفي لشعب مصر وشعوب الدول العربيه كلها لو احسن استغلالها بالفعل، احسن استغلالها بالفعل. بس احنا ما عندناش ميه يا دكتور. ما عندناش ميه. ما انا هقول لحضرتك. اتفضل. انا مع حضرتك. احنا النهارده في ثوره في انتاج السلالات الجديده اللي ممكن تتحمل نقص المياه. لو ان احنا عندنا فعلا اراده لان احنا نملك يعني فعلا قوتنا كان ممكن ان احنا نطلع هذه. انت حضرتك انا يعني بعتذر لك يا دكتور محمد يعني على انتهاء الوقت للاسف الشديد، ولكن انت قلت كلمه، الكلمه دي لو عندنا اراده نملك قوتنا. حاج مجدي انا بشكرك. نعم. شكرا جزيلا دكتور محمد خبير الزراعي، واشكرك حاج مجدي لانه في رساله مهمه قوي. الوقت خلص. طبعا انا ليا ملحوظه في الوقت خلص حقيقه لازم نوصل للحظه. الوقت خلص. عايزين حضرتك مفيش تنميه زراعيه في شمال مصر في مرسى مطروح لان في الغام من ايام الحرب العالميه. هنتكلم الموضوع ده. فلو سمعت عايزين تطهير الالغام عشان يبقى في شكرا جزيلا حاج مجدي. في رساله لازم نوصلها من اخواننا الصيادين. انا بشكر حاج مجدي ابو العلا نقيب الفلاحين بالجيزه. شكرا. قبل ما انهي الحلقه في رساله عاوز اوصلها للسيد وزير الزراعه. صيادين يا معالي الوزير في كفر الشيخ والبحيره عدبانين عليك، الاسبوع اللي فات انت هنيت وعزيت، كان نفسهم تاخد بخاطرهم وتواسيهم في ضياع لقمه عيشهم وخراب بيوتهم وخسارتهم لمصدر رزقهم، مش كده ولا ايه يا معالي الوزير؟ شكرا حاج مجدي، شكرا لمشاهدينا، نشوفكم الاسبوع الجاي باذن الله، السلام عليكم ورحمه.